السلام عليكم، أهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة جديدة من صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد أن نأخذكم في جولة لأهم العناوين. المرصد السوري، حزب الله العراقي تسلم صواريخ أرض أرض إيرانية في دير الزور. في صحيفة الزمان، احتجاجات في ذي قار والنجف للمطالبة بالقصاص من قتلة المتظاهرين. العربي الجديد، قالت كابوس الجثة المجهولة يعود للعراق مع دفن 50 جثة خلال شهر. في القدس العربي، اختتام أعمال اللجنة الدستورية السورية وإجماع على وصفها بالفاشلة. في صحيفة الشرق الأوسط، لبنان تبادل الاتهامات بين عون والحريري يعمق القطيع. العرب اللندنية تقول واشنطن تعلق مبيعات أسلحة للسعودية والإمارات وتمهد للتفاوض مع إيران. وأخيرا في الخليج، الإماراتية فرنسا تغلق حدودها أمام مواطني الاتحاد الأوروبي بسبب كورونا. بغض النظر عن تبني تنظيم داعش المسؤولية عن الانفجارين اللذين نفذهما انتحاريان في ساحة الطيران وسط بغداد، فإن الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإقصاء عدد من كبار المسؤولين الأمنيين عن مناصبهم يعد اعترافا رسميا بأن العمليتين ما كان من الممكن تنفيذهما لولا وجود خرق أمني لدى الأجهزة الأمنية. فاروق يوسف يقول في صحيفة النهار اللبنانية إن هناك محاولة لإحياء داعش لإنقاذ المشروع الطائفي في العراق. ما حدث من انهيار أمني قد لا يعود أساسه إلى ضعف أداء المؤسسة الأمنية، فقد يكون ما حصل ليس سوى نوعا من العقاب يراد من خلاله إشعار فئة واسعة من الشعب بالخوف من إمكان عودة الوضع الأمني إلى ما كان عليه من تدهور قبل أن تسيطر الميليشيات الموالية لإيران على الدولة. وليس غريبا أن يقع التفجيران في المكان نفسه الذي شهد احتجاجات شبابية صاخبة ضد النظام وتبعيته لإيران في السنة الماضية. سيكون علينا أن نفكر في الرسالة الملغومة في ظل حاجة الميليشيات إلى أن تفرض ضرورتها بعد أن تزايد الحديث عن أهمية ضبط السلاح غير الشرعي. تحتاج الميليشيات إلى ظهور داعش ليكون سلاحها سلاح الطائفة، وهو ما يمهد لتكريس مفهوم الحرب بالوكالة. فحين يقاتل الحشد الشعبي فإنه إنما يدافع عن حق الطائفة في الحكم في مواجهة الطائفة الأخرى التي يمثلها داعش. ذلك الجانب الحساس من المسألة سيشكل الخلفية التي تستند إليها الأحزاب الشيعية وهي تسعى إلى لملمة وضعها الداخلي والاتجاه إلى ترميم البيت الشيعي بما يمهد لدخولها موحدة إلى انتخابات. لذلك فإن إدخال داعش على الخط سيكون من وجهة نظر الأحزاب محاولة أخيرة لإنقاذ مشروعها الذي يشكل عصب وجودها ومبرر بقائها في الحكم. وبحسب الكاتب، فإن العراقيين سيكونون خلال الأشهر التي تسبق الانتخابات على موعد مع صراع سيقع منهم كثيرون بسببه، ولكنه هذه المرة صراع مكشوف إلى درجة تدعو إلى السخرية على الرغم مما سيخلفه من مآسٍ. في تصريح له، قال إياد علاوي إنه ليست هناك قناعة بالانتخابات ولا بالعملية السياسية، وبأنه غير مستعد أن ينتخب أو يشارك أو يرشح نفسه في الانتخابات المقبلة. محمد الجميلي يقول في صحيفة البصائر إن العملية السياسية الطائفية لم تكن تشرف منذ انطلاقها، وقبل أن يعترف بذلك علاوي، ولكن الخداع والتضليل كان كبيرا في بدايتها، وقامت أحزاب الخراب بنشر الوهم والوعود الزائفة بدرجة كبيرة، مما جعل كذبهم ينطلي على كثير من العراقيين. هذا الكلام لم يصدر عن المتظاهرين في ساحات ثورة تشرين التي تفجرت ضد النظام الطائفي الحاكم في العراق،
ولم يصدر من شخص في هيئة علماء المسلمين أو القوى الأخرى المناهضة للعملية السياسية، ولكنه صدر عن واحد من عرابي الاحتلال وهو إياد علاوي، الذي أقر وغيره من أقرانه بصدق من قال منذ تأسيس العملية السياسية: ما بني على باطل فهو باطل. هذا الكذب قد بار سوقه الآن، خصوصا بعد ثورة تشرين التي أظهرت وعيا كبيرا لدى شباب العراق، وهم ليسوا بحاجة لاعترافات علاوي وغيره لمعرفة الحقيقة. يؤكد ذلك العزوف الكبير عن انتخابات 2018 والمقاطعة الكبيرة لها. ولك أن تتخيل درجة الضحك لدى العراقيين عندما يخرج كائن مثل نور المالكي يبشرهم بهاشتاج الخير راجع فوق صورة له وهو يدفع الفقر عن العراق، وهو الذي حكم لدورتين متتاليتين كانتا من أسوأ ما مر على العراق في تاريخه الحديث وربما القديم أيضا. ورب سائل يسأل: كيف يتحدث علاوي عن العملية السياسية بهذه الطريقة البالغة في السوء ثم يبقى مشاركا فيها؟ وكيف يعترف المالكي بفشله ثم يعلن عزمه العودة للحكم لإرجاع هيبة الدولة كما قال؟ والجواب بات يعرفه العراقيون بكل مستوياتهم وأعمارهم: إنها شهوة المال والجاه والسلطة، إنها المليارات التي تنهب من قوت العراقيين ومن حاضرهم ومن مستقبل أجيالهم. الكاتب يذكر بمقولة الشيخ المجاهد حارث الضاري رحمه الله، الذي قال بعد 4 سنوات فقط من الاحتلال: إن الانسحاب من العملية السياسية شرف لمن يبحث عن الشرف، ونجاة لمن يريد النجاة، ومستقبل لمن يريد أن يفلح، ولعلاوي وغيره ممن جهروا بشهادتهم وظلوا شهود زور، ستكتب شهادتهم ويسألون، فالويل لكم أيها الحطمة، والويل لكم يا شهود الزور. بدأ الموسم الانتخابي وسوف تعاد الاستوانات المتعبة مع وجوه مستهلكة تظن أن العراقيين من دون ذاكرة، كما ظن بعضهم أنهم من دون كرامة لأنهم سيروا الفاشلين سنوات عديدة قبل أن ينتفضوا في انتفاضة الكرامة في تشرين. فاتح عبد السلام يرى في مقاله بصحيفة الزمان أن معزوفة قافلة الفاشلين بدأت مع اقتراب إجراء الانتخابات المبكرة. معزوفة الفاشلين المتناسلة في هذه الأيام هي التبرؤ من الماضي الأسود الذي من صنع أيديهم، وانتقاد النظام السياسي القائم بوصفه لم يعد صالحا وبه حاجة أكيدة للإصلاح، وهي أطروحة انتقائية لامتصاص الغضب المستوطن في النفوس. الفاشلون الذين رآهم العراقيون في كل الأوضاع والمسافات والمواقف والمناسبات يعيشون طورا جديدا من الأوهام التي يريدون امتطاءها للوصول إلى السلطة، من دون أن يستطيع واحد منهم أن يجيب عن سؤال: لماذا يريد السلطة؟ العراقيون يعرفون الإجابة وقد شهدوها وسبروا أغوارها، ذلك أن السلطة المقصودة في نظر أولئك الموهومين هي الغنيمة المسلوخة من جلد الملايين الذين لا يزال أطفالهم أمام مستقبل مجهول، لا سيما إزاء ثروة البلاد التي يجري تبديدها على رواتب وامتيازات، فيما لا أفق لخطة أو استثمار في صندوق للأجيال التي ستولد محطمة ومقطعة الآمال حين ترى البلاد صفر اليدين وحطاما خارجا من أيدي سياسيين تنفيذيين وتشريعيين يتناسلون الفساد والرذائل السياسية الرخيصة. الكاتب يشير إلى أن جيل ثورة تشرين نزف في الشوارع، واصطاد الرصاص المحمي ببطانات السلطة بأنواعها خيرة شبابه، لكن لا يزال قادرا على التأثير في مجريات الوضع العراقي، ولن يستطيع أحد في المرة المقبلة أن يستخدم المخدر التعاطفي والابتزازي ضدهم ليمر بقافلة جديدة للفاشلين. أن يلتقي السوريون في إطار اللجنة الدستورية في جنيف أمر جيد، مع أنه لم يحقق إنجازا كبيرا على مدى أكثر من عام. من الواضح أن تحقيق أي إنجاز على المستوى الدستوري أمر جيد، ولكن هذا التقدم يبقى من دون معنى إن لم يكن محمولا على رافعة سياسية فعلية. هذا ما أشار إليه بشير البكر في مقاله بصحيفة العربي الجديد. إن السير نحو حل سوري لا يتوقف أو يرتبط بكتابة دستور جديد،
فلا قيمة للدستور إن لم تتوفر آليات وضمانات لتنفيذه والعمل به. وهذا لا يعني إسقاط جهد الأمم المتحدة والأطراف الدولية التي تدعم هذا الجهد، ذلك أن الأمم المتحدة نفسها اعترفت في أكثر من مناسبة أن ما تقوم به لا يتعدى تيسير اللقاء بين السوريين ولعب دور الوسيط فيما بينهم. وشخصت الأمم المتحدة الأزمة أخيراً في إحاطة مندوب الأممي في سوريا جير بيدرسون، الذي قال إن هناك حاجة إلى تعاون دولي لحل الأزمة السورية، مشدداً على أن الحل لن يتأتى بفرض إرادة لاعب أو مجموعة بمفردها، ما لم يتحدث عنه صراحة أن الولايات المتحدة هي الطرف الوحيد القادر على إحداث خرق كبير واختراق في جدار هذه الأزمة، وهو مثل غيره من الذين يأملون بحل سوري سريع، يعول على إدارة بايدن أن تضع ثقلها من أجل تحريك القضية السورية التي وصلت إلى طريق مسدود بسبب التدخلات الأجنبية وتحويل سوريا إلى مناطق نفوذ دولية ورهان روسيا وإيران على حل عسكري يمكن بشار الأسد من استعادة السيطرة على الجغرافيا السورية. الكاتب يرى أن الأزمة السورية تحتاج إلى تحرك واشنطن نحو حل دولي في سوريا، أن تقابله موسكو بمرونة واستعداد لتطبيق قرار مجلس الأمن 2254 الذي لعبت دورا أساسيا في كتابة نصه، وهذا أمر لا يبدو أن روسيا في وارد أن تقدم عليه من تلقاء ذاتها. تتصرف إيران في علاقتها مع إدارة جو بايدن الجديدة وكأنها الفريق المنتصر في انتخابات الرئاسة الأمريكية، تضع الشروط مقابل موافقتها على العودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي، ثم تهدد بمنع مفتشي وكالة الطاقة الذرية من العودة إلى تفتيش مواقعها النووية. إلياس حرفوش يرى في صحيفة الشرق الأوسط أن أي محاولة لتفسير موضوعي لخلفيات التصرف الإيراني هذا لابد أن تخلص إلى أنه يستند إلى قراءة خاطئة لسياسة إدارة بايدن حيال الملف الإيراني. طهران تعتبر أن بايدن قادم إلى البيت الأبيض لممارسة سياسة انتقامية تطيح كل ما قامت به إدارة دونالد ترامب، وترى أن التراجع عن التشدد الذي التزم به ترامب حيال إيران سيكون على رأس أولويات الإدارة الجديدة. غير أن بايدن كان واضحا في مناسبات كثيرة قبل انتخابه وبعده عند تطرقه إلى مسألة الاتفاق مع إيران في تحديد شروطه لعودة واشنطن إلى الالتزام بهذا الاتفاق، وهي عودة إيران إلى الالتزام الكامل والمسبق ببنود الاتفاق النووي وانطلاق مفاوضات جديدة تشمل بالتحديد قضية صواريخ إيران الباليستية ومسألة تدخلها في الشؤون الداخلية في عدد من الدول العربية. تريد إيران الإيحاء من خلال تصلبها الظاهر أنها غير مستعجلة للاتفاق مع إدارة بايدن أو لتلبية شروطه، وربما كانت تريد ممارسة اللعبة الداخلية التقليدية من خلال وضع الإدارة الأمريكية الجديدة والقوى الغربية والإقليمية أمام خيار التعامل مع إيران المعتدلة أو المتشددة فيما هي على أبواب انتخابات رئاسية جديدة. غير أن الدول التي جربت هذه اللعبة من قبل باتت تدرك أن المفاضلة ليست واقعية ولا مجدية في ظل تركيز قرار الحل والربط في طهران في يد المرشد علي خامنئي والحرس الثوري. الكاتب يقول إنه إذا كانت طهران غير مستعجلة كما تريد أن توحي، فإن واشنطن غير مستعجلة أيضا. فوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين قال في كلمته أمام مجلس الشيوخ إنه لا يتوقع اتفاقا سريعا مع إيران، مضيفا أنه من المهم أن نتشارك مع حلفائنا في عملية الإقلاع عند رسم سياساتنا وليس فقط في عملية الهبوط. وهذه عبارة مهمة يجب أن تقرأها طهران لتدرك أنها لا تملك طرف انتظار من يتراجع أولا. قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الجديدة مطالبة بالتعامل مع واقع العلاقات التركية الحالي وليس كما يجب أن يكون أو ما كان عليه سابقا. وأضافت الصحيفة في مقال للباحثة التركية أصلي آيدن طاشباش أنه بينما تستعد إدارة بايدن لصياغة أهداف السياسة الخارجية ستكون تركيا واحدة من أكثر ملفاتها صعوبة.
الكاتبة ترى إن كانت تركيا في ظل الرئيس رجب طيب أردوغان قد ابتعدت عن الغرب وغازلت روسيا وأصبحت حليفا صعبا، لكنها لا تزال شريكا في الناتو وقوة إقليمية. وقالت إن أنقرة أثارت غضب واشنطن من خلال شرائها نظام صواريخ S-400 الروسي وشن حملة ضد القوات الكردية المتحالفة مع أمريكا في سوريا. كما ملأت تركيا بمهارة الفراغ الناتج عن التراجع الأمريكي في المنطقة من خلال توسيع نطاق وجودها العسكري في القوقاز والشرق الأوسط. وتضيف الكاتبة أن أردوغان مع تزايد ثقته بنفسه وتنامي قدراته الدفاعية المحلية لم يعد مهتماً بأن يكون عضواً مخلصاً للغرب، فهو يعتقد أن على تركيا البحث عن مصالحها، ولكنه يبحث الآن عن صفحة جديدة مع إدارة بايدن تعترف من خلالها بواقع تركيا الجديد. وتستعد تركيا لإجراء صفقة صعبة مع إدارة بايدن، وقد تكون العودة إلى سابق العهد بشكل كبير أمراً بعيد المنال، لكن المساحة الوحيدة التي يوجد فيها زخم إيجابي في العلاقات بين تركيا وأمريكا يمكن أن تكون في الصراعات القديمة مثل قبرص وأرمينيا. وقد لا تكون قبرص وأرمينيا في صميم العلاقات بين الجانبين، ولكن حل هذه النزاعات سيفيد بشكل كبير علاقات أنقرة مع الغرب. الصحيفة تضيف أن الأمريكيين لم يفهموا أبداً كيف يتعاملون مع أردوغان، ولم يتعب الرئيس التركي أبداً من التصلب في مواقفه، فربما يكون مفتاح العلاقة أو إصلاح العلاقة هذه المرة هو القليل من التباعد الاجتماعي، وبدلاً من التركيز على إعادة المياه إلى مجاريها من الأعلى، قد يكون من الأفضل لتركيا وأمريكا باتخاذ خطوات صغيرة مما يبقي الباب مفتوحاً لمستقبل أفضل. بفكرة مستوحاة من إطلالة السياسي الأمريكي بيرني ساندرز في مراسم تنصيب الرئيس جو بايدن، صنعت توبي كينغ دمية من الصوف بخيوط الغزل وإبرة كروشيه لعضو مجلس الشيوخ عن ولاية فريمونت، وجمعت $40,000 للأعمال الخيرية. وكانت كينغ بدأت العمل على دميتها بعد انتشار الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، ولساندرز وهو يرتدي معطفا ثقيلا ويضع زوجا من قفازات الصوف لحماية نفسه من برودة الجو أثناء حضوره مراسم تنصيب بايدن. وقالت كينغ وهي سيدة في 46 من عمرها من ولاية تكساس الأمريكية: قمت بصنع الدمية خلال أو في نحو 7 ساعات، وقررت كينغ فيما بعد أن تبيع الدمية على موقع إيباي للتجارة الإلكترونية لصالح جمعية ميلز أون ويلز الخيرية لتقديم الطعام للمحتاجين، بعد أن علمت من صديق لها أن ساندرز نفسه يبيع سترات عليها الصورة ذاتها لجمع الأموال لصالح الجمعية. ولا نختم معكم هذه الحلقة بفقرة الكاريكاتير. بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم من صدى الأقلام. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله وحفظه.